بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات العددية باك 2010 تسيير واقتصاد للموضوع الأول، كما أنصح شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي بمتابعة الحل، ولننطلق على بركة الله. قال أن عدد طبيعي أحسب بدلالة أن المجموع أس أن الذي أعطيت لنا عبارته كالتالي. ها هو أمامكم الأس أن يا أبنائي. قال أس أن مجموع حدود متتالية متتابعة لمتتالية هندسية أساسها أ وحدها الأول كم؟ واحد. إذن ماذا تقول القاعدة؟ يصبح لنا بكل بساطة مجموع المتتالية الهندسية، قل أس أن يساوي الحد الأولي للمجموع. ها هو الحد الأول في الأساس. الأساس كم؟ قال الأسية هو عدد الحدود. عدد الحدود أبنائي حتى تتعلموا، هذه في الأصل هنا أسية صفر، لأن أسية صفر كم؟ واحد. الدليل الكبير ناقص هذا الصغير اللي هو كم؟ صفر زائد واحد، معناه هو آن زائد واحد. أعيد، الدليل الكبير اللي هو آن ناقص تلك الصغير اللي هو أسية صفر هنا كم؟ صفر. هكذا زائد واحد من عندكم دائما تضيفونه، آن ناقص صفر هو آن، ونضيف له حد آن زائد واحد ناقص هنا ناقص واحد على السطر على الأسية ناقص واحد. وفي بعض الكتب تجدون ماذا؟ تجدون العكس، واحد ناقص الأسية. وهنا الأمر واحد، إلا أن ضربت هذه في ناقص وهذه في ناقص وأصبحت نفس العبارة التي تجدونها في بعض الكتب. فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أنه يصبح لنا أس أن يساوي أسية أن زائد واحد هكذا ناقص واحد على ماذا؟ على الأسية ناقص واحد. وهذا هو المجموع بأبسط طريقة يا أبنائي. إذن هنا قلنا زائد واحد حتى تظهر جليا، هنا زائد واحد هكذا، سوف نقوم بتصغيره أفضل، هكذا زائد واحد هذا هو المجموع يا أبنائي. الآن بعدما وجدنا هذا المجموع نأتي الآن إلى العبارة الأخرى. قال لتكن المتتالية العددية WN المعرفة بالعبارة، معرفة على أن بالعبارة هذه، لاحظوا جيدا هذه هي العبارة. قال بين أن WN تساوي U لN زائد V لN. إذن نقول البرهان، تابعوا جيدا البرهان، أن ماذا؟ أن هذه العلاقة يا أبنائي صحيحة. انظروا جيدا هذه هي العلاقة. قال حيث الـ U لN متتالية حسابية والـ V لN متتالية هندسية، يطلب تعيين الحد الأول والأساس لكل منهما. لو ندقق هنا يا أبنائي ركزوا معي، ألا تلاحظون أن هذه، لأن المتتالية حتى تفهموا، المتتالية حسابية نقول أولا البرهان أن ماذا؟ أن U لN هذه متتالية حسابية. المتتالية الحسابية ما هي يا أبنائي؟ انظروا جيدا، هي كل متتالية تكتب لنا U لN هكذا تكتب عبارتها، اللي هي U لـ صفر زائد N في ماذا؟ في R. هذه إذا انطلقت من إي لي صفر، إذا انطلقت من إي لي واحد نقول إي لي واحد في آن ناقص واحد في آر. انظروا جيدا هنا الآن يا أبنائي في ماذا مضروب؟ لاحظوا آن مضروب في آر، لاحظوا حتى تلاحظوا وجه الاختلاف. أما المتتالية، المتتالية الهندسية، لاحظوا وجه الاختلاف حتى تدققوا بأمعينكم، فتقول في لي آن يساوي ماذا؟ في لي صفر في كي قوة آن. لاحظوا وجه الاختلاف، هذه تتعامل مع الأس والأخرى تتعامل مع الضرب، أنه عدد يضرب في آن، والعدد الذي يضرب في آن هو ماذا؟ هو الأساس. إذا ألا تلاحظون أن هذه العبارة، هذه العبارة هي عبارة لمتتالية حسابية، أن هذه هي التي تكون إي لي آن يساوي إثنان آن زائد أربعة، لماذا؟ آن آر. أما الفي لي آن يا أبنائي، أما الفي لي آن بما أنها تتعامل مع الأس أكيد سوف تكون هذه هي عبارة الفي لي آن اللي هي أسية آن. هذه فيما يخص مجموع متتاليات، يعني هذه الدبليو في آن هي لمتتالية أو لي آن اللي هي هذه، وفي لي آن اللي هي هذه. الآن كيف يمكن أن نثبت على كل واحدة أنها حسابية أو هندسية؟ ننطلق الأول بالأو لي آن. إذا البرهان قلنا أن ماذا؟
أن U لي أن بين قوسين متتالية حسابية. إذا نقول حتى تكون متتالية حسابية يجب أن نقول E لي أن زائد واحد تساوي أن E لي أن زائد R، أو E لي أن زائد واحد ناقص E لي أن تساوي R. نفس الخطة تصبح تساوي E لي أن زائد واحد، ما معناه؟ معناه تصبح لنا هنا اثنان في، بما أن هنا نضيف واحد هنا كذلك نضيف واحد حتى تعلموا هذه الأمور. فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ تصبح لنا أن زائد واحد زائد أربعة تصبح تساوي لنا اثنان أن زائد اثنان زائد ماذا؟ زائد أربعة. هنا لا تكمل الحساب، لكن عندنا هذه مع هذه، أليس هي هذه الإلي أن؟ نعم، تصبح لنا إلي أن زائد هذا الشيء الذي بقي لنا زائد اثنان. إذا لاحظوا إلي أن زائد واحد أعطت لنا إلي أن زائد اثنان، نقول ومنه ماذا؟ ومنه إلي أن متتالية حسابية أساسها كم؟ أساسها اثنان بهذه البساطة. الآن نأتي الآن كذلك يا أبنائي إلى الفي لي أن. عندنا قلنا أن الفي لي أن عبارتها هذه، دققوا معي، أن في لي أن تساوي لنا كم؟ أسية أن تكون المتتالية. إذا البرهان، نقول البرهان أن ماذا؟ أن في لي أن متتالية هندسية. إذا ماذا تقول القاعدة؟ تكون متتالية هندسية إذا كان في لي أن زائد واحد يساوي لنا في لي أن في كي، يعني نجد هذه العبارة مضروبة في عدد. وتصبح لنا هنا في لي أن زائد واحد تساوي، إذا أضفنا هنا زائد واحد هنا نضيف زائد واحد حتى تعلموا هذه الأشياء. فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أن تساوي لنا أسية أن زائد واحد. يمكن الآن هنا التفكيك، ماذا تصبح؟ تصبح الأسية أن في الأسية، بما أن هذا أساسه نفس الأساس اللي هو الأسية، نجمع الأسس. كم تعطينا؟ تعطينا أسية أن زائد واحد. لاحظوا أليس هذه هي الفي لي أن؟ نعم، ينتبه لنا في لي أن زائد واحد تساوي لنا في لي أن في الأسية. الأسية إذا ها هي، هذه هي الفي لي أن وهذا هو الأساس. نقول ومنه ماذا؟ في لي أن متتالية، ماذا؟ متتالية هندسية أساسها كي يساوي لنا الأسية. لاحظتم يا أبنائي الأمر. ثم قال أحسب ماذا؟ أحسب تعيين الحد الأول والأساس. الحد الأول هنا الأمر جد بسيط. إذا جئنا إلى الفيلي الأولي، لاحظوا نقطة بنقطة أبنائي، حساب الحدين الأوليين للمتتاليتين. ننطلق أولا بإيلي أن. عندنا قلنا إيلي أن تساوينا كم؟ اثنان أن زائد أربعة. حتى نحسب الحد الأول نعوض هنا بصفر وهنا بصفر، تعطيكم هكذا فتصبح لنا أربعة. أما فيلي، عندنا فيلي أن تساوينا أسية أن، عوض الآن بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر تصبح لنا كم؟ واحد. إذا الحد الأول للأولى هو الأربعة، والثانية كم؟ والثانية واحد، بهذه البساطة فقط. الآن بعدما أكملنا مع وأثبتنا أن المتتالية هذه دبليو في أن هي عبارة عن مجموع لمتتالية حسابية، هي مجموع لمتتالية، لاحظ مجموع متتالية الحسابية زائد الهندسية. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الآخر. قال أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي فإن. لاحظوا جيدا هنا أبنائي، انظروا جيدا، ربما نسمي هذا حتى تعلموا، نسميه مثلا اس فتحة، نسميه اس فتحة بهذه البساطة. فماذا يصبح؟ ركزوا أرجوكم، لو نلاحظ جيدا إلى هذا المجموع من هنا تتعلموا، لاحظوا إلى هذه العبارة، أليس هي عبارة هذه نفسها؟ وقلنا أن الإي لي أن هي متتالية حسابية، عبارتها هي اثنان أن زائد ماذا أبنائي؟ زائد أربعة. قلنا وهذه، وعندنا كلمة إي لي أن متتالية حسابية. إذا ما علينا إلا ماذا أبنائي؟ إلا أن هذا مجموع لمتتالية حسابية. فكيف يمكن أن نترجم ذلك؟ إذا نقول إثبات أن ماذا؟ أن هذا الأس فتحة، نسميه أس فتحة مباشرة، أس فتحة يساوي لنا أن زائد واحد في أن زائد أربعة. لو نترجم هنا هذا المجموع، وانظروا هنا أمام أعينكم كيف يترجم، ونحوله إلى صيغ أخرى كي تدققوا هنا، لاحظوا أليس هذا
لاحظوا اي لي صفر كم قلنا يساوي؟ ألم نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر فذهب فبقيت لنا 4، إذا يصبح لنا هذا الاس فتحة. ألا تلاحظون يا أبنائي أنه أصبح يساوي لنا اس فتحة يساوي هذا ما هو؟ هو الاي لي صفر، وهذا ما هو؟ عوض الآن بواحد، عوض هنا بواحد وهنا بواحد، ألا تعطيكم 6؟ نعم تعطينا 6، إذا هذا اي لي واحد إلى غاية ماذا؟ زائد 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 إلى غاية اي لي ان. لماذا؟ لأن هذا كله من؟ أليس هو الاي لي ان؟ نعم إنه الاي لي ان. يعني أصبح هذا مجموع لمن؟ لمتتالية حسابية، إذا هذا مجموع لحدود متتابعة لمتتالية ماذا؟ حسابية اللي هي اي لي ان. فماذا يصبح يا أبنائي؟ يصبح لنا اس فتحة يساوي ماذا؟ يساوي عدد الحدود الدليل الكبير ناقص هذا الصغير زائد واحد، معناه ان ناقص صفر هو ان، ونضيف له تصبح لنا ان زائد واحد على 2 في الحد الاول، الحد الاول اللي هو اي لي صفر زائد الحد الاخير اللي هو اي لي ان. ماذا ينتج يا ابنائي؟ ينتج لنا تصبح لنا اس فتحه يساوي ان زائد واحد على ماذا؟ على 2 متابع في ماذا؟ إلي صفر، نعم نحن نعلم قيمتها هي اللي هي 4 زائد إلي آن ها هي قيمتها اللي هي 2 آن زائد ماذا؟ زائد 4. فتصبح لنا كم يا أبنائي؟ تصبح تؤاس فتحة يساوي لنا آن زائد 1 على 2 في عندنا هذا وهذا اللي هو 8 زائد ماذا؟ زائد 2 آن. يمكن الآن أبنائي أن نقوم باستخراج ماذا؟ الاثنان كعامل مشترك من هذا وهذا، فماذا ينتج؟ ينتج لنا اس فتحة يساوي لنا ان زائد واحد على 2 في ماذا؟ في 2 في ماذا؟ ماذا يبقى لنا بالداخل؟ يبقى لنا 4 زائد ان، فيحدث هذا يذهب مع هذا فتصبح لنا اس فتحة يساوي لنا ان زائد واحد في ماذا؟ أبنائي في آن زائد 4، لأن الجمع لي تبديلية وهو الجواب ها هو أمامكم. يعني لاحظتم اللغز؟ اللغز أن هذا أعلم أنه مجموع لمتتالية حسابية بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي. الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال قال استنتج، والسؤال استنتج ليس أحسب، استنتج مجموع آس بدلالة آن هذا المجموع. إذا نقول استنتاج، ركزوا أرجوكم، استنتاج اس هذا اس الذي أعطينا، نحن نملك اس هذا، انظروا جيدا انظروا ودقق، والسؤال استنتج يعني دون أن تتعب عقلك. نحن نملك ماذا؟ نحن نملك هذه العبارة حتى تفهموا، هذه العبارة بما أن نحن نملكها ماذا تصبح؟ لاحظوا هنا هذا مجموعه كيف يسمى؟ يسمى اس، وهذا مجموعها كيف سميناه؟ سميناه الآن اس فتحة، وهذا كيف مجموعها؟ مجموعها اس ان. انظروا جيدا، كل واحدة لها مجموعها قد حسب من قبل، إذا ماذا نستنتج؟ نقول نستنتج أن ماذا؟ أن اس يساوي لنا، ركزوا بهذه البساطة فقط، بما ان هذه المتتالية دبليو في ان هي حسابية زائد هندسية يساوي مجموع الحسابية زائد مجموع الهندسية، مجموع الحسابية اللي هو الاس فتحة زائد مجموع الهندسية اللي سميناه حسبناه في الاول اللي هو الاس ان، فيصبح لنا اس يساوي اس فتحة ها هي قيمته اللي هي كم ابنائي؟ اللي هي ان زائد واحد في ماذا؟ في ان زائد 4 زائد ماذا؟ زائد الاس ان هو المجموع الذي حسب في الاول اللي قلنا ما هو؟ هو اسيه ان زائد واحد ناقص واحد على الاسيه ناقص واحد، وهذا هو المجموع بابسط طريقه ممكنه بهذه البساطه فقط. وفي الاخير ابنائي وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا التمرين، كما نرجوكم الا تنسونا بالدعاء لنا بالصحه والعافيه، لان والله جسمي قد تعب، فنرجو منكم ألا تنسونا بالدعاء، كما نتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم الله في البكالوريا لكي تفرحوا أو تفرحون وتفرحوا آبائكم الذين يستاهلون كل الخير يا أبنائي الأعزاء،
وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.